الكابتن وميض منير، كأس آسيا هي المعيار الحقيقي، والمنتخب سيكون الحصان الأسود في آسيا. أنا أعتقد حيكون الحصان الأسود الفريق العراقي في هذه البطولة، لكن الترشيحات قد ما تكون منصبة عليه، لأن أكو فرق يعني سبقتنا بمسافات طويلة اللي هم اليابان، كوريا، إيران. أنا أتوقع هذول 3 فرق حيكونون منافسين على البطولة، وأعتقد كوريا هو من سيكون بطل هذه النسخة. يعني أنا أشوف عمل كاساس رغم يعني أخذ فترة كفاية، لكن إحنا نتكلم عن النتائج، نتكلم عن الوقائع. الوقائع تقول كاساس لحد الآن ناجح، نجح في بطولة الخليج، نجح يعني كثير أمور بالبطولات، لكن تبقى الليفل مال هذه البطولة أصعب من الليفل اللي قاضي المباراة يعني مال الخليج. هذا الليفل أعلى، وهنا المقياس الحقيقي للمدرب واللاعبين.